صباح النور، اهلا وسهلا فيكم. يسعد صباحك وصباح الرواق بعيد عن الغضب. الرواق للجميع ان شاء الله. يعني فعلا دكتوره الموضوع كثير مهم، انه الغضب قد له سلبيات وقد بينعكس على الشخص وعلى الواقع والناس المحيطين بالشخص. خلينا نعرف بالبدايه من حضرتك، شو هو تعريف الصحيح للغضب؟ الغضب هو انفعال صحي وسليم وطبيعي. يعني نحن ما نفكر انه الغضب فهذا شيء ما نو مزبوط وما لازم الانسان يتصرف بهذا الانفعال، لا، لازم نعبر حتى عن الغضب لكن بطريقة المناسبة، يعني بالطريقة الصحيحة. وهذا الانفعال هو حالة طارئة بمر فيها الإنسان نتيجة شعوره بتهديد خارجي. ممكن يكون هذا التهديد متوقع، هو حس أنه رح يصير مشكلة معينة فعصب، أو بيكون فعلا حصل الأذى والأثر السيء فهو غضب، فمعناته نتيجة تهديد خارجي إما متوقع أو فعلي حقيقي. نعم. نتيجة تهديد خارجي متوقع أو حقيقي. طيب هلأ كل إنسان بيغضب على راحته، مثلا في عالم مثلا بيضربوا إيدهم، في عالم بيصرخوا، في عالم بيعبروا عن غضبهم بهدوء، يعني بيكون هذا الغضب الكامن. يعني كتير في عنا أنواع للغضب، ممكن نتعرف عليها، وهل مسموح لكل شخص فينا يعبر عن غضبه بالطريقة اللي بتريحه؟ هلأ هو يفترض ولازم أنه نحن نعيش كل الانفعالات الطبيعية الموجودة عنا، وواحدة منها هي الغضب. فهو الطبيعي أنه نحن نمارس حق الغضب، لكن نحن لازم نتبع هذا الغضب بأسلوب مناسب بلائمنا وبلائم البيئة المحيطة فينا، وتكون خسائرنا بأقل قدر ممكن. فمعناته هو لازم نمارس هذا الغضب. فممكن إذا لنقول على أنواعه، في عنا الغضب السلبي اللي هو ما يتحقق منه أي منفعة، بالعكس ممكن يتحقق خسارة، نخسر شخص، صحبة شخص، أو نخسر رئيسنا بالعمل، أو نخسر العمل نفسه، أو حتى سمعة سيئة تكون عن هذا الشخص. فهذا الغضب السلبي. الغضب الإيجابي هو اللي بيكون واضح، بيكون مبرر، بيكون ما فيه عنف. فهذا الغضب بيكون مسموح لأنه هو حق للشخص دفاعاً عن تهديد عم بيحدث لإله. فمعناته عنا السلبي وعنا الإيجابي. أما كيف بيعبر كل شخص عن غضبه، هلأ هذا الشيء بيرجع لتاريخ هذا الشخص، الحوادث اللي مرق فيها من طفولته، سواء حتى بالأسرة وكيف كان التعامل معه، أو بالمدرسة، وحتى لما صار شاب. أوقات كتير مواقف معينة منتعرض له، حتى بالعمل ببداية عملنا لما نكون سجداد، هاي المواقف كتير بتترك أثر عنا. منكون نحنا بجوز ما قدرنا نعبر عن غضبنا، فعملت لنا مشاكل وتراكمات مع الوقت. فلذلك في فروقات كتيرة بين الشخصيات. نعم. بتعبيرهم عن الغضب. نعم. يعني دكتورة لبنى، مثل ما فهمنا من حضرتك، الغضب مو بس سلبي، هو أيضا إيجابي، له كتير نقاط إيجابية بحياة الشخص. لكن إدارة الغضب، كيف فينا نحن نعلم حالنا نغضب بطريقة صحيحة، خلينا نقول ما نأذي الأشخاص اللي حوالينا، ما نأذي نفسنا، مكاننا بالعمل، كيف؟ أول شيء، ليش عم نقول إدارة غضب مو التخفيف منه أو إلغاؤه؟ لأنه إلغاؤه حالة غير صحية، بده يسبب لي تراكم. لذلك إدارة الغضب، لأنه أنا بدي أتعامل مع حالة بدي أظهرها لكن بطريقة صحيحة، هي أولا. ثانيا، بدي أتعامل مو بس مع غضب بموقف حالي، بدي أتعامل مع تراكم سابق لغضب قديم. فهذا التعامل مع التراكم السابق هذا بحد ذاته بيحتاج لمجهود إضافي لحتى أنا أقدر مارس مهارة التحكم بالغضب تبعي والسيطرة عليه بطريقة صحيحة. فلذلك سمينا إدارة مو التخفيف، هي أولا. ثانيا، شو هي الخطوات اللي بتساعدنا على إدارة الغضب؟ لنقول أول شيء بده يكون عندي الرغبة. كيف بتخلق الرغبة؟ لما أنا حس بالخسائر اللي تعرضت لها، فأنا بحس أنه صار عندي دافعية لأنا أتخلص من هذا الموضوع. فأولا بدي أبني الرغبة عندي، فبدي أتحدى ذاتي، اللي هي موضوع صعب لأنه التأثير على انفعالاتنا وسلوكنا وميولنا هذا موضوع ما هو بالأمر السهل، لكن يحتاج لوقت وهو مهارة فينا نتعلمها. معناته أولا بدي أتحدى نفسي، فبدي أعرف شو حقوقي. بدي أقول أنا من حقي الشعور بالغضب، من حقي أنه أعبر عن رأيي أو حتى غير رأيي بمواقف معينة ما بتمس حرية الآخرين، من حقي الاستقلالية. فبحط مجموعة من حقوقي لحتى أعرف أنا شو الحق وشو الواجب اللي لازم يكون علي، هي أولا. ثانيا، بدي أعرف شو العناصر اللي بتوترني، أو الأشخاص
هلا هون كان السؤال دكتورة، في كثير من الأشخاص بيتوتروا أسرع من الأشخاص الثانيين أو بيكونوا بيغضبوا بشكل أسرع، يمكن بكلمة وجهتيها لشخص مثلا فورا يشعر بالغضب ويعصب وخلص ما يعود يستوعب شيء، يعني بتختلف درجات الغضب من شخص لآخر، هي بدنا نعرف ليش مختلفة من شخص لآخر وشو هي أعراض الغضب، يعني مثل ما بنعرف نحن مثلا الغضب مثلا ضيق بالنفس، التوتر كذا، خلينا يعني نتعرف عليهم. آثاره السلبية هو في آثار جسدية وفي آثار بتكون سلوكية. الآثار الجسدية هي ارتفاع ضغط الدم، توسع بالحدقة، شحوب بالوجه، خفقان القلب تماما، صوت مرتفع، ألفاظ غير لائقة ممكن تكون، هي إذا عم نحكي على لفظي وجسدي فيزيولوجي. ممكن بالإضافة تكون سلوك سيء فيه عنف، فهي كلها آثار سلبية. هلأ ليش بتختلف الدرجات؟ أولاً حسب عمر الشخص وحسب قدرته ورغبته على تغيير الموضوع الغضب عنده، لأنه هو حالة موجودة عند كل الأشخاص، لكن كيف بيتم التحكم فيها؟ إذا كان الشخص يدرك إنه هذا الموضوع يسيء له فهو لازم يتحكم فيه. كيف بيتحكم فيه؟ بمراحل إدارة الغضب، اللي أول شيء قلنا إنه الرغبة، تاني شيء يعرف شو مخاوفه من الأشخاص أو المواقف أو العمل أو الدخول بمجالات جديدة، ثالث شيء يحدد سلبياته، سلبياته بالتعامل مع المواقف، لأنه أنا وقت حدد سلبياتي فأنا بعرف وين نقاط ضعفي. بنقاط الضعف هي بقول أنا لازم خففها، كيف بدي خففها؟ ممكن أسأل صديق، ممكن أتعلم، ممكن أقرأ عن هذا الموضوع، لكن بدها ممارسة. هلأ بعد هدول الثلاث مراحل مننتقل بإدارة الغضب للمرحلة اللي كتير مهمة، اللي هي تشكلت نتيجة حياتنا السابقة، اللي هي التعامل مع التراكم الغضب السابق. وهو شلون؟ أول شيء بدي أعرف حدد مواقف سيئة مؤثرة فيني كانت، بعد ما حددها بصير بناقشها مع ذاتي. إذا كانت هاي المواقف من الأسرة ما بناقشها مع حدا من العائلة، بناقشها مع صديق، لأنه ممكن تزعجهم، وبعد خصوصا بعد انقضاء الغضب وبعد انقضاء فترة طويلة، نحن عم نحكي لأنه هي عم نحكي على التراكمات. فهذا الموضوع إذا كان سابق وقديم ما بيجوز إنه أفتحه مع صاحب العلاقة، أما إذا حديث بفتحه مع صاحب العلاقة لأنه لازم أعبر له عن انزعاجي، تمام؟ فمعناته أنا بتخلص من موضوع بحكي بالأمور اللي كانت تزعجني، ممكن سجلها لأتخلص منها، لأنه كلنا بنعرف بس أحكي عن أي موقف سيء فبيخف أثره السلبي علي. لذلك نحن منخفف من هاي التراكمات بأنه نحكي عنها مع ذاتنا، نحكي مع أصدقاء مقربين لكن في ثقة موثوقين، بأنه نعمل وقت نفكر بهذه المواضيع السيئة التراكمية نعمل رياضة شوي عنيفة، مثلا ركض، جري بقوة، بتفرغ، تمام، بتفرغ كتير من التوتر اللي موجود عندنا. بيقولوا الرياضة العنيفة دكتورة، كمان بيقولوا الاسترخاء، بيقولوا اليوغا كمان إذا الواحد معصب كتير وكذا يعمل يوغا بيسترخي، كتير مفيدة بمرحلة الغضب. صحيح، لكن بأول فترة بده يخفف التوتر بأنه يطلع الطاقة. إذا عمل يوغا بده تكون هي بالمرحلة اللي بعد الرياضة، مثلا جري أو مشي سريع أو بيلعب حديد مثلا أو دامبل، يعني بأوزان خفيفة إذا سيدات. فبالأول بدنا نطلع التوتر، بعدين بنعمل يوغا لحتى نتعلم الهدوء، نتعلم الرواء. تمام، فهي هي المراحل اللي بيمرق فيها إدارة الغضب. بعدين بدنا نتعلم نعبر عن مشاعرنا. فأنا إذا كان هلأ بالوقت الحالي، مو عن شيء سابق، بالوقت الحالي بقول له للشخص أنا هذا الموضوع ما بقبله، أنا هذا الموضوع برفضه. فنتعبر نتعلم نعبر بالألفاظ الصح اللي هي حاسمة، لأنه الغضب الصحي لازم يكون حاسم. يعني شو هي خصائص الغضب الصحيح؟ لنقول يكون أولاً هادف، أنا لما عصب بعرف لأنه في نقطة معينة بدي أوصل لنتيجة منها، مو بس بدي أفرغ شعوري التوتر اللي عندي. هي أولاً بده يكون هادف، ثانياً بده يكون حاسم. حاسم يعني ألفاظي تكون واضحة قوية، في تواصل بالنظر مباشر مع الشخص اللي مقابلي لحتى يحس بأنه أنا عم بحكي بشكل جدي. بده يكون في نبرة صوت مرتفعة نوعا ما وقوية وواضحة. نعم. فهي إذا بدنا نحكي عن التصرفات اللي بدنا نعملها لنعبر عن غضبنا لكن بطريقة صحيحة. فبده يكون حاسم وهادف وغير عنيف.
لأنه بيعطينا نتائج كتير سلبية وسيئة الأساليب العنيفة، بده يكون مسؤول وأخلاقي. يعني أنا وقت أتصرف بعمل معين بدي يكون مسؤول عنه. نعم. ما بيصير أقول أنا كنت والله بلحظة غضب. هي فرح كثير بالعالم بيقولوا لها انا كنت كثير معصبه، ما يعني ما قدرت ركز وما عرفت شو احكي. بعد هي ساعه الغضب انه كثير بيحكوا بيصيروا كلام بيقولوا خلاص انا فقدت عقلي، يعني شو بدي اعمل، ما بقدر اتحكم بغضبي. كثير من العالم بصير الندم بعدين. اكيد. لذلك مؤشرات بتساعدنا لنخفف نحن من الغضب، لانه مؤشرات بتحسسني انا رح اغضب. فمثلا انا وبلش يصير موقف معين ببلش انا عدم الارتياح يظهر عندي، لازم انا هون يكون عم راقب ذاتي، لانه انا كيف بدي احقق اداره الغضب عندي، بدي راقب ذاتي. بحس بلشت عندي عدم الارتياح، فهون مثلا بصير بلش باخذ نفس عميق انا وقاعد مع الشخص الاخر. إذا كان فرضاً بطاولة اجتماعات ومو شايفيني، ممكن أنا مثلاً الواحد يشد على إيده ويسكر، يعني يسكر ويرخي، فهي بتروح التوتر والانفعال الموجود عند الشخص. هي بيكون بلش حاسس أنه في توتر بده يصير. إذا هو رايح فرضاً لعند مديره وبيعرف أنه في موقف سيء بده يصير، فهو مسبقاً لا يروح. لا هو قرر يختصر مشكلة. هو بده يروح، لكن بده يكون مجهز الكلام اللي بده يحكيه. تمام. بده يكون مهيئ حاله نفسيا، لأنه بده يصير في موقف سيء، لكن أنا بدي أتمالك نفسي. بده يكرر هاي العبارة لحتى هو يكون ممهد لحاله أنه ما ينفعل أو ينزعج، فيزعج مديره. بجوز هو اللي عامل موقف سيء مسبقا الشخص. فمعناته في امور بنعرفها نحن مسبقا بتهيئ لنا لمواقف معينة، مواقف ممكن نساويها ونتصرفها بحيث ما نوصل لمرحله غضب كثير عنيفه. هلا اذا بدنا نحكي بنقطه كثير هامه، اثناء الموقف السيء وانا بدي اتحكم بذاتي، اول شيء بدي افكر شو هدفي. هل انا اذا غضبت رح وصل لنتيجه معينه؟ تتوقعي دكتورة الواحد الغضبان يفكر أنا شو هدفي؟ نحن عم نحكي مو بالحالات الطارئة المفاجئة، عم نحكي بحالات أنا بتابع نفسي كيف عم بتزيد توتراتي النفسية مع هذا الشخص. هلأ حتى الأم مع الطفل بتكون أول شيء عم بتسايره وكذا، بعدين بتبلش تستنفذ طاقتها. هون بهي مرحلة نفاذ الطاقة بتفكر بهي الأمور. نفس الشيء الشخص مع صديقه، بجوز في موضوع معين هو غير قابل للنقاش، فهو بيقدر يكون عم بيحس بارتفاع وتيرة التوتر عنده، لكن بده يراقب ذاته بدون رح يوصل للغضب بدون ما يحس. مو فجأة بيصير. فبده يقول أولا، هل إذا غضبت أنا بوصل لنتيجة، بحقق هدف معين، شو هو هذا الهدف؟ هلأ ممكن يكون الهدف مجرد أني أوضح له وجهة نظري ووقفه مثلاً عند حد معين، وهذا الشيء مسموح. أو إذا كان حاسس حاله مظلوم بالقصة، أو إذا كان حاس حاله مهمش بموضوع، يعني بده يعبر عن رأيه وعن وجوده، احتمال أنه يحكي يعني ويحط أهداف معينة براسه، يعني أخذ حق من حقوقه تماماً. تاني نقطة كتير مهمة اللي ما منفكر فيها، اللي هي شو الثمن؟ الثمن اللي بدي ادفعه مقابل الغضب. هي اهم شيء. تمام. انا لما افكر انه بدي اخسر كثير نتيجه بس لاني حابب اعبر عن رايي، فانا هون ساعتها بخفف من غضبي، يعني بخفف من سلوكي الانفعالي. الغضب رح يكون موجود جوا، لكن بتخف طريقه التعبير عنه لتطلع بطريقه افضل. ثالث شيء وهو المهم اللي حكينا فيه، هو بدي اعرف حقوقي. هل انا من حقي اغضب بهذا الموقف ولا لا؟ اذا من حقي فانا اوكي، واذا الثمن من حقي، لكن الثمن باهظ ما بخفف، اما اذا الثمن مقبول يعني مثلا ممكن ما اخسر عملي، ممكن ما اخسر صداقات متينه مع اشخاص انا في معزه لهم، بعبر بطريقه واضحه وبسيطه ومباشره معهم بدون ما يكون في انفعال لفظي سيء يعني. والنقطة الرابعة والمهمة اللي هي لازم ننتبه لها، عادة ما حدا بيعملها، هي مثل الفيدباك، اللي هي تقييم نفسي بعد كل انفعال. هل أنا عم بتطور بموضوع إدارتي لغضبي ولا لا؟ فهي النقاط الأربعة بإدارة الغضب هي بتحول الطاقة الغاضبة لطاقة محفزة وبناءة. شو بدي استفيد؟ قديش رح أدفع ثمن؟ هل من حقي؟
وأنا كيف عم بمشي بهذا الموضوع وطريقة التعبير كيف كانت. تمام. يعني يا دكتورة إذا بدنا نحكي اليوم عن الواقع والظروف الراهنة اللي كلياتنا عم نعيشها كل أسورين كل شيء بيعصب اليوم أكيد. كل شيء في بتحسي في استفزازات بتحسي في مواقف معينة بطريقة الحياة بهي الظروف الصعبة اللي الكل عم بيعيشها اليوم كيف بيقدر الواحد خلينا نقول إن كان بنهاية اليوم بعد يوم عمل طويل كيف بيقدر إن كان يراجع يومه شو هي يمكن الأغلاط كيف قادر يكمل يومه والتاني بدون ما يوقع بنفس يمكن الغضب بنفس الأغلاط يلي وقع بهذا اليوم. أول شيء بده يعمل مراجعة للأحداث المهمة اللي صارت معه، فإذا كان هو يعبر عن غضبه بصورة سيئة فهو بده يشتغل على هذا الجانب كتير بدقة، إنه قدي الثمن هو اللي رح يدفعه وهل من حقه كان، أو حتى ينظر بمنظور آخر، لو كان من حقه أنه يغضب والثمن ما نباهز هل كان في طريقة أفضل للتعامل مع هذا الموضوع، يعني يلوم حاله لفترة. هلأ في أشخاص بدنا نحكي بالعكس، أشخاص ما بتعبر عن غضبها لأنه هي حساسة ودودة لطيفة فبتكبت الغضب بذاتها بنفسها. هذا الموضوع كتير سيء لأنه هدول الأشخاص بيكونوا عم يعاقبوا ذاتهم بس يرجعوا للبيت، بيكونوا غير راضين عن نفسهم لكن ما بإيدهم أنه يتعاملوا بطريقة طبيعية. فأنا بقول بدي أتوجه مو بس للأشخاص اللي هن بيعبروا بطريقة سيئة، لا بدي أتوجه للأشخاص بالحديث اللي ما بيعبروا، لأن هدول عم تتراكم عندهم الأمور فبمرحلة معينة ما عاد رح يقدروا يتحملوا فرح يكون انفعالاتهم ونتائجهم أبشع وأصعب. صحيح. من اللي بيغضب فوراً بيعبر عن غضبه. تمام. هلأ دكتورة إذا بدنا نحكي عن البيئة الاجتماعية والثقافية قدي بتأثر على الغضب قدي بتأثر على سلوكيات كل شخص فينا كيف ما هو مربى، وكمان بدي أسألك على تغيير البيئة قديش مهم بقصة الاستراتيجيات الغضب للتحكم فيها. أول شيء البيئة، إذا بننطلق من البيئة الصغيرة اللي هي الأسرة والمدرسة لدائرة أكبر والحي والمنطقة والمدينة حتى بعدين البلد، كلها هي بتأثر بشكل كتير مباشر. بعدين الظروف اللي بيتعرض لها، إذا كان شخص فهي لازم ما يظهر غضبه لو كانت ظروف شخصية، لكن في ظروف عامة ظروف بلد فهي بتعطي إيحاء للأشخاص بأنه هن من حقهم يكونوا غاضبين لأنه كل العالم تعرف فرضاً أنه الوضع فرضاً صعب في أزمات كتير عم نمر فيها، لكن لا هذا الشيء ما هو صحيح وما هو سليم. لو كانت الظروف بهي الدرجة أنا بدي أفكر أنا شو بدي استفيد إذا عملت انفعالات نتيجة غضب بطريقة كتير كبيرة، شو الفائدة منها؟ لا أنا لازم أفكر بطريقة تانية، أنا لازم أغضب بطريقة مقبولة، لكن الأهم أنا أفكر كيف بدي أغير مخاوفي، كيف بدي أغير ردات فعلي السلبية على أي موقف، لأنه كلنا منعرف أنه الغضب هو رد فعل، سلوك هو رد فعل نتيجة فعل معين، حدث، تهديد، أذى، حق مسلوب، أي شيء من هاي الأمور فهو رد فعل. لكن أنا ما بيكفي يكون عندي رد فعل، أنا بدي حلل الموقف اللي صار، لما حلله بدي أعرف أنا كيف فيني لاقي مخارج وطرق لحسن الموقف، مو بس لعبر عن شعوري، عبرت أوكي لكن هذا الموقف يجوز يضل يتكرر معي، يعني مثلا إزعاج بالعمل بده يضل يتكرر معي، أنا بدي ضلني انزعج، عبرنا وخففنا من التوتر منيح حلو، لكن في حالة تانية بدي انتقل لمرحلة أفضل اللي هي بتطوير الذات، اللي هي بدي أعرف شو الخطوط المفتوحة عندي، يعني افتح بوابات جديدة للتعامل مع الأشخاص أو افتح بوابات جديدة لتغيير بجوز العمل كله. نعم. فأنا معناته ما بيكفي أنه أتأثر وعبر، بعد ما أتأثر وعبر بدي لاقي مخارج لهي المشكلات اللي عم بتصير معي لحتى ما تسبب لي تراكمات مع الوقت ويصير النتيجة غير سليمة. أكيد 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 دكتورة، هو التعبير عن الغضب والسيطرة على الغضب يعطينا سعادة على المدى الطويل، نتمنى سعادة لكل حدا عم بيتابعنا، وأكيد موضوع مهم وبهم كل عائلة وكل حدا عم بيتابعنا. متشكرك كتير ومنلقاك أكيد بحلقات قادمة. شكرا لكم، بتمنى لكم يوم كله رواق. أكيد. شكرا لك.